في الدنمارك يلتزم الوالدين بتوفير الإعالة والعناية وضمان حقوق أطفالهم حتى يبلغوا سن 18 عاماً. من أجل قيامهما بذلك بصورة صحيحة، عليهم اتخاذ قرارات بشأن أطفالهم إلى الحد الذي لا يقيد أو يضيق عليهم في حقوقهم. لديك الحق في التعبير عن رأيك والحصول على احترام من والديك بشأنه. بصفتك شابة أو شاباً، يجب أن يتم من جانبهم إشراكك عند اتخاذ قرارات تتعلق بحياتك، مثل عند أي من الوالدين تريد الإقامة أو تريد قضاء العطلة في حالة حدوث الطلاق بينهما. يجب على والديك احترام حقك في الخصوصية. هذا يعني أنه ليس من حقهم قراءة الرسائل النصية الخاصة بك، ولا الاطلاع على البريد الإلكتروني الخاص بك، أو الدخول إلى ملفات التعريف الخاصة بك على الإنترنت. كلما كبر المرء في العمر، كلما تحصل على المزيد من الحقوق والمزيد من المسؤولية. بعمر 15 سنة يحق لك أن تقرر مكان العلاج الطبي الخاص بك. عندما تبلغ من العمر 18 عاماً، لا يصبح بإمكان والديك اتخاذ قرارات في حياتك. في تقاليدنا وثقافتنا يكون الاهتمام والرعاية بالفتيات أكثر من الأولاد. هذا ما ورثته أنا عن ثقافتي وعن أمي. لم يكن لدي حق في القيام بنفس الذي يقوم به نديم. لقد كانت هناك قواعد أكثر صرامة بالنسبة لي، حتى بالنسبة إلى أصدقائي. لكن بالمقارنة إلى نديم والذي هو أخي الصغير، فقد كان لديه حقوق أكثر بكثير مني، أن يعود إلى البيت متأخراً وأن ينام في خارج المنزل. لكنني أعتقد أننا نشأنا دائماً في جو من الحرية والثقة. لقد وثقوا بما قلناه. بمجرد قيامنا بالاتفاق على بعض المواعيد، كنا دائماً نحاول احترامهم والالتزام بها. لو أنني رزقت ياسمين ونديم في زماننا هذا، فإنني سأربي أولادي بشكل مختلف عن الذي كان منذ عدة سنوات. ذلك لأنني أصبحت أكثر انفتاحاً على الأشياء، وأصبحت أكثر نضجاً. في ذلك الوقت كانت هناك رقابة اجتماعية، ولكن الآن علي أن أرخي الزمام أكثر، وخاصة بخصوص ياسمين، لأن المرأة إذا كان يثق بأطفاله فعليه أن يمنحهم الثقة. يجب ألا يكون المرء قلقاً بشأنهم. في الماضي لم يفهم المرء حقاً الأشياء على حقيقتها، أما الآن فأنا أعرف جيداً لماذا أمي كانت حريصة جداً وقلقة علي، وكتبت لي تنبهني بهذا الخصوص، وهي ما زالت تفعل ذلك. هذا أفهمه الآن جيداً.